إذن مشاهدي ومتابعي قناة شيف تي في، صباح الخير عليكم. ثم معنا مباشرة من البهاليل إقليم صفرو. كي كتشوفوا هاد الشاحنات واقفين محتجين على بزاف ديال الأشياء، عندهم شي مشاكل هنا في مقالع الرمال هنا بمنطقة البهاليل. مشاهدينا كي كتشوفوا الدنيا واقفة، اكثر من 60 ولا 70 ديال الشاحنات، راه واحد المسافه طويله. كي كتشوفوا من لهيه ان واحد المسافه طويله ديال الشاحنات مازال عندهم هذه الجهه هذه. كي كتشوفوا الناس راهم واقفين واقفين قلب الشاحنات ديالهم. كتشوفوا مشاهدينا الشريف صباح الخير، كصبحتي اخويا مزيان. كي كتشوفوا مشاهدينا الكرام هاد الناس عندهم شي مطالب بخصوص الطريق، بخصوص كي قالوا هما بخصوص زياده في الحموله ديال الرمله، بخصوص بزاف ديال الاشياء. اتصلوا بنا قالوا لنا خوتي جاي عيط عيطوا للقناه ديالنا تشوف تي في، قال لك اخويا اجيو عندنا نقول لكم شنو المشاكل ديالنا، شنو كنعانيو حنا في هذا القطاع هذا ديال النقل ديال الرمال وبهاد الشاحنات ديالهم هما اللي بحال جميع القطاعات في المغرب. كي كتشوفوا هما واقفين محتجين هاد الناس هادو، فاتحين اسر فاتحين عائلات. السلام عليكم الاخوان، هما الاخوان كيغوتوا الناس على هاد 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 الخروقات اللي كاينين في المقالع. اول حاجه هو ارباب المقالع ما بغاوش يديروا معنا الحل. الحل الاول هو الميزان، علاش هاد الميزان ما بغاوش يديروا؟ خويا استنى واحد دقيقه الله يستر عليك، واحد دقيقه الله يحن عليك. ممكن تاخذ من عندنا الميكرو وتقول لنا الصفه، تقدم لنا نفسك الصفه وشنو الشروطات والطلبات ديالكم، شنو هذا الشيء علاش واقف؟ السلام عليكم، تحيه نضاليه لجميع الاخوان المناضلين، منهم السائقين المهنيين ومنهم ارباب الشاحنات اللي مضرورين. اول حاجه سيدي المطلب ديالنا هو الحموله، ضبط الحموله. عندنا ضبط الحموله، كاينين خروقات. هاد الشاحنه كترفد خصها 44 طن طاره وطوناج، هي رافده 40 طن. مي كيتشد السائق اول واحد كيتقدم فيها السائق عاترب بالشاحنه، لان طبق مواد قانونيه زجريه كيتشدوا فيها. نعم قلتي كتهز 44 طن، وهي تهز 40 طن، يعني 44 طن غير سلعه. واش المشاهدين يفهم 44 طن غير سلعه، اما هي قانونيه 44 طن طاره وطوناج خاويه وعامره، يعني عندها تقريبا واحد 10 طن زايده. يعني الاجمالي الحموله كيمشي ب 62 طن. 60 طن. يعني هذا خارق القانون اكثر من القياس. اكثر من القياس 50%، جنحه كتولي جنحه. كتولي جنحه. يعني فاش كيتشد شنو القانون كيطبق عليه؟ كيطبق عليه الزجر، كيمشي للحبس. والفوريال الكاميو الاعتقال. والكفاله. هذا منهم ضحيه. سي بوشتا ضحيه من الاخوان، هذا هضر اخاي بوشتا. السلام عليكم الاخوان، انا اخويا واحد من الضحيه اللي تشديت ب 59 طن، مسرجها من الكاريه 59 طن، سرجوا لي تهوت الميزان شدوني الميزان. اسمح لي واخا اخويا خلينا نكملوا. خويا شكون اللي كيبزز عليك باش تهز هاد الحموله تابو هي ويخرق القانون؟ بالسيف عليك السك، ما كيعطينيش البون بالسيف عليك. البون عامه الشراء عامه عامه ما مقنينش الميزان، القانون ما كاينش، مخارقين القانون ابتداء مولي المقالي، هما مخارقين القانون باش يكسر من حقك. كسر من حقك حقنا. صافي وي اخويا اللي في كارت كريز ديك اختار القانون، كتولي ما عندكش الحق داك 10%. حتى هي عطي عطي خلي حنا كمال فاتحي نائب الكاتب العام المحلي للشاحنات لوديتي. حنا عندنا محاضر موقعه في 2011 و 2018 مع الكاتب العام للوزاره التجهيز والنقل، محاضر موقعه يعني عندنا نعم سيدي محاضر موقعه كتلزم على السلطات تضبط الحموله من المنبع، يعني اي منبع هو المقلع او لا شركه او لا اي حاجه او لا وزين، يعني خص الحموله تكون مضبوطه من المنبع، ماشي يجي السائق يسرجي اللي بغى، خص المول المقلع يتحمل مسؤوليته. اعطيني حقي صافي، يعطيني حقي هو، خصو يعطيني حقي هو، يلتزم ماشي انا. حنا دابا كنتعرضوا لهاد المشاكل، كنسرجيو حنا الطوناج وكنخرجوا للطريق كنلقاو 4-6 ديال البراجات الجوندارم، كنلقاو المراقبه الطرقيه، يعني والسائق غادي، السائق اولا راه غادي في المشاكل، يعني راه مسرجي 60 طن، اش من فران عنده؟ اش من تحكم عنده في هذه الشاحنه هذه؟
غير على خاطر على راسه وعلى الناس في الطريق. على الروايد ولا على الشحيح. على كل شيء. على البنية التحتية. على البنية التحتية هي مدقدقة، الطريق كلها مدقدة. هذه طريق ديال المقاليع. هذه من بين المشاكل اللي راه حنا واقفين عليها. البنية التحتية يعني هي الأولى. وعندنا حنا هنا في هذه الجهة هذه هذه المقاليع عندنا ثلاثة ولا أربعة البوستات ديال الزفت. ما قدوش يصوبونا الطريق اللي كاينين هنا كيستغلوا هاد الرمال وهاد الحصى ديال هاد ديال هاد المقالع. مع المسؤولين فهاد الشيء هضرنا تحاورنا معاهم هضرنا وعندنا شكايات عند 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 العماله. جا واحد المره صوبوا لنا واحد الطريف ديال الطريق و15 يوم هما معطليننا على الخدمه وصوبوا لنا واحد 400 متر يعني وخروقات كثيره كاينه هنا يعني ديال هاد المقالع خروقات كثيره. واخا كاين هذا موضوع اللي هضرتي عليه. نعم. كاين شي مواضيع اخرى خايف. كاين مواضيع اخرى يعني يعني بالنسبه للنقل النقل راه فيه صنفين. كاين صنف ديال النقل للغير هو يعني كنهز انا حمال كنصرجي اي شي واحد بغى شي توصيل انا كنهز له سلعته. وكاين النقل الخاص هو اللي عند هاد الناس هادو في هاد المقالع ديالهم يعني راه ممنوع عليه يهز هو السلعه من الكاريان ديالو يمشي يخويها لي انا كنبني داري. ممنوع عليه والثمن قل منك. هذا خرق واحد القانون. الخرق الثاني هو انه كينافسني واحد المنافسه اللي ماشي شرعيه لانه عنده مقلع كيصرجي سلعته كيبيع بقل مني في الثمن. الطوناج اكثر منك يعني بالثمن هو كيبيع يعني بمعنى الكلمه هاد الناس هادو راه باغيين يهرسوا واحد الشريحه واسعه ديال الناس اللي كيتمعشوا في هاد الشيء هذا. يعني هاد الدوله اش من واخا خويا. نعم حنا نرجعوا للموضوع. هاد الوقفه هادي غتعطينا المضمون ديالها. علاش وقفتي هاد الوقفه باش ما نطولوش على اولا اي نعم اولا وقفنا على الحموله ضابط الحموله. ثانيا الطريق طريق. ثالثا بغينا يوم السبت بغينا عطله نظرا لان الازدحام كيكون في الطرقات. الناس كتكون خارجه مع وليداتها الناس كتسارى وحنا خارجين بهذا الخطر بهذ الدبابات كنشكلوا خطر لا علينا ولا على الناس الاخرين. حنا في السبت والاحد بغيناهم عطله يعني تلزم يعني تلزم المقلع نهار الاحد يتشد نهار السبت والحد السبت والحد يتسد المقلع نهائيا يعني الا خرج للطريق كيتحمل مسؤوليته كما كنا دايرين في المساله ديال البحر ديال الرمال ديال البحر وديال الواد ما كتسرج نهار السبت. هذا من جهه اخرى خصنا بون. شوف كاميو كي داير شوف كاميو ديالو هذاك راه برلماني شوف وبدون رخصه صافي شوف اسمعني نعم خلي اخويا ما مشاهدين عاد يحرش من يتسمع. نعم خويا هاد الحموله بهاد الطريقه هادي بالنسبه لكم انتوما نعم شمن ضرر عندكم فيها؟ الضرر عندنا كتاثرنا على الماتيريال ديالنا كيتهرس فهمتي الماتيريال ديالنا كيتهرس. الطريق البنيه التحتيه كتهرس حتى هي. راه الطريق راه كلها سير من هنا حتى الفاس كلها. اسمح لي كنقاطعك يعني خص الناس المشاهدين ديالي يفهموا. نعم يعني الكاميو فاش كيكون هاز اكثر مقياسه نعم كيتهرس كيفرع الطريق وكيتهرس ويعني ما كاينش وكتكون تقريبا واحد 40% ديال التحكم مفقوده في الشاحنه. كيمشي الفران الا مشى الفران شحال تشد فيه الفران كيسخون يعني الا سخن كلها من دابا غتقول لي اخويا الكميونات نعم. واش كلهم وقفوا ولا واحد النسبه اللي وقفوا؟ لا تقريبا واحد 80% واقفه 80% واقفه لان هذا هو الشريان الوحيد ملي كيدوزوا هذا الطريق. واخا العزيز شكرا خويا بغيت تعطيني رساله الرساله ديالكم للمسؤولين على هذا القطاع. حنا رساله للمسؤولين من هذا المنبر حنا كنعنوا يلتزموا بعدا اول حاجه بدفتر التحملات. دفتر التحملات ما ملتزمينش به. علاش؟ لانهم ما عندهم الغرض في هاد الشوشره. علاش؟ لانهم ديك الخويه اللي كيخويو لنا في المارشيات كيشدوا اكبر شركات الكبرى بدون ديك الاسماء. علاش؟ لانهم كينقصوا لها في الثمن وكيبيعوا لها باقل من الثمن والترونسبور ما عندهمش الربح هو في الميزان، عنده الربح انه يمشي هكاك. واش فهمتي؟ عنده الرباح يمشي مريقل باش هو كيبيع بالثمن هذه وكطيح التكلفه رخيصه. حنا لا، حنا عندنا الرباح اسيدي عطيونا الطوناج اللي في القانون التزموا به باش
حنا نلتزموا حتى حنايا ونمشيو مرتاحين. الشيفور ما يتاداش، الباترون ما يتاداش، والدوله ما تاداش. علاش؟ لان هذه البنيه التحتيه كتخرج مع على ظهرنا حنا، هذه بعدا وحده. اسمح لي. نعم. يعني انتم عصار كتخاف اخويا على راسك؟ كلشي مجوج، كلشي بولادو. اي كلشي يمشي للحبس، مين كيمشي للحبس شكون اللي كيعرف عليك؟ ما كيعترف بك لا باترون ولا اداره ولا شركه. فاش كدير ديك الحموله كتشكل خطر على راسك. اييه. والمواطن من طبيعه الحال. مسكين ما عليه ما بيه. تعيصوا. اييه من طبيعه الحال، هذه والثاني حاجه هو علاش كيديروا معاهم هاد التسهيلات؟ كيفاش هاد السيد كيخلص ضرائب وعنده النقل غير وكيمشي هو حمال وانت داير لك النقل الخاص تخويعي؟ النقل الخاص شنو كيعني؟ النقل الخاص هو انك تخدم خدمتك وشانطيك. معنى انا تخوي سميتك يعني الاسم اللي فيه بقى فيه، ما يمشيش يخوي. اما انا عندي ما يثبت ان الناس حصلناهم، انا والسيد النائب ديالي حصلناهم كيخوي في الشنطيات، مطيحين الدل على الناس. دابا احنا مثلا كنخويو حنا كنخويو 2045 انت وما يخويو 42. ها انت انت دابا مثلا كنخويو ب 2000 وما يخويو ب 2100 درهم. هذاك الشيء اللي بغينا. عطينا تدقيق. دابا حنا كتشارجي ب 1000 ريال الطون ياك، كيطيح عليك 44 طون ب 44000 او لا 45000. كتخلص زيدو 500 درهم د المازوت، شحال هي؟ هي ولات 55000. خصو يبيع هي التاليه ب 66 ولا ب 70. هو كيهاود يبيع لك، كيبيع لك ب 42. قال ماش تبصر جديد. ايوا قال. وعنده النقل الخاص. وعنده عين النقل الخاص، يعني نورمال مو قانونا خصهم يديوه الفوريان. يعني دياولكم كاين نفسكم. هما. ماشي دياولنا. ما فهمتيني. يعني في نفس الدومين. هو نقل الدوله قانونيا عاطيه الرخصه يدير مقلع فقط. ماشي يمشي يدير لي شركه ويدير لي ترونسبور. الا دار واحد ترونسبور، هاد السيد عنده كويميو كيترزق الله يمشي يسد. هذا هو مشى للحبس، هذا ها هو حابس، ها هما الناس حابسين. ايوا عقل، واش هذا منكر ولا ماشي منكر؟ نعم سيدي. نعم. الماده اللي كتخص تحرير النقل. عطيها خويا عطيها. الماده اللي كتخص تحرير النقل اللي دارتها الدوله يعني خصها اعاده النظر، لان تحرير النقل ما ماشي في صالح هاد النقاله هادو. النقل خصو يكون مضبوط، يعني تكون التسعيره. هاد الناس هادو راه خص تكون التسعيره موحده، يعني ما يمكنش انا نخدم بثمن ولا نخدم بثمن. مثال، نعطيك مثال، الطاكسيات واش يمكن دابا تدخل المحطه انت تهز قلب واحد اخر؟ ما يمكنش، لا يعقل. كذلك حنا بغينا هاد النقاله تكون تسعيره موحده، ما كاينش تحرير النقل. هذا كيجعل اننا كنضربوا في بعضيات ديال كل شيء. اللي جاي يعني مرحبا به، يعني اللي عنده شي كليان ديالو مرحبا به. هادشي اللي كاين، هاد الناس وكنطالبوا بالبوني يتزاد. واخا خويا نعم، عطينا كلمه اخيره. كلمه اخيره هو ان هاد الناس هادو، هاد الناس ارباب المقاليع، يعني ناس لا حول ولا قوه الا بالله. بغاو ينفيو هاد الناس هادو اللي عنده كميو يعني بالعربيه ما يخدمش. هاد الناس هادو يعني بغاو ينفيوهم، هاد الناس مولا كميو ومولا جوج ومولا ثلاثه بغاو يحيدوهم. يعني هما عندهم قلع وعنده 10 ديال الرمايك ولا 20 باغي يخدم غير هو. يعني هاد الناس هادو سياسه. واش كاينه المنافسه؟ المنافسه خصها تكون مشروعه. ماشي غير مشروعه، خصها تكون مشروعه بالقوانين ديالها وبالضوابط. شكون اللي غيضبط لنا هذا الشيء؟ السلطات خصها تدخل وتضبط هذا الشيء قبل لا غادي تكون شي امور وتكون شي تصعيد وتكون شي امور اخرى تخرج على السيطره ديالنا. السلام عليكم. شكرا لكم. شكرا لكم. كنشوفوا خويا المشاهدين. هذا عار، هذا عار، والشيفور في خطر. هذا عار، والنقال في خطر. هذا عار، هذا عار، والشيفور في خطر. هذا عار، هذا عار، والنقال في خطر. هذا عار، هذا عار، والنقال في خطر. هذا عار، هذا عار، والشيفور في خطر. هذا عار، هذا عار، والشيفور في خطر. هذا عار، هذا عار، والشيفور في خطر. مشاهدينا الكرام، هادو كميونات مقالع الرمال في منطقة البهاليل بإقليم صفرو كيحتجوا أن عندهم مشاكل اللي هي معقدة شي شوية ديال هاد الكميونات، أن عندهم حمولة زائدة، كيعطيهم حمولة زائدة، وأن عندهم منافسة من أصحاب المقالع، وأن بزاف ديال الأشياء اللي هي خارقة بالنسبة لهم هما القانون كيقال الكاتب العام والنائب ديالو.
وكنشكركم مشاهدينا على المتابعة، وإلى لقاء آخر بإذن الله.